إذا تسمعني. قبل أن أجاوبك على السؤال، خلي أجاوب على الأستاذ العطاري اللي سوى العصائب والكتائب ملائكة جنود الرحمن وبنوا البلاد. يقول أكو سلاح، خلينا أنا أجاوبك. العصائب جابت سيارات مدنية وأسلحة وهجمت على بيتي، لأن انتقدت عدنان فيحان اللي هو الشيخ وبو العصائب وفاسد وجاب ما فيش محافظين. ما فيش خوك، ما فيش خوك ترى. قاعدين وأقر بلسانة بالبرلمان قدم قال أقصد قال إن محافظ أعطى أمامي على كل أعضاء مجلس المحافظة على أن يصوتوا له، وهذه قضية فاسدة. وفيما بعد رجع أكد على كلامه، قال أنا ما أقبل هذا المحافظ. قالوا إحنا كأبناء شعب طلعنا هاي جينا بالطريقة السلمية، يا بنت شيخ ومؤمن ومجاهد وابن محافظتنا، وهذا المحافظ فاسد وإحنا معتصمين عليه. هاي قبل لا ثورة تشرين، قبل لا ثورة تشرين. وفيما بعد عدنان فيحان أصر أن يبقى هذا الفاسد ودمر محافظتنا، وبعدها جاء فاسد آخر وحما عدنان فيحان بأسلحته وعصاباته، عصابات العصائب. طلعنا انتقدنا، نريد نطلع تظاهرة ضد تأييد عدنان فيحان للمحافظ الفاسد. أنا بالليل هددون العصائب، قالوا إذا ما تلغي التظاهرة نذبحك نقتلك. قلت لهم ما ألغي التظاهرة. إجا اليوم اللي عندكم نائب على أساس قانوني واللي ست هيفاء تقول لي نظام ديمقراطي اللي هو مو أنا أقول لك أستاذ، ما يصير شلون، ما يصير. أنا ما أقول لك نظام، هو نظام ديمقراطي وجبتوه جابوا له أحزاب وقتل الأحزاب سياسية، مو هيفاء جابوا مدنية، سيارات مدنية مسلحة. لا تقاطعني، لا تقاطعني، انطينا مجال. سيارات مدنية مسلحة في ظل حظر تجوال كورونا وقوات أمنية وسيطرات ضربها عدنان فيحان، وجل بيتي واختطف أخوي وأسلحة، وكان ناوي يقتلني لأن ردت أطلع تظاهرة. هذا يا الإطاريين قانونكم، وهذا انضمامكم تحت الحشد. الحشد والمرجعية اللي أسست الحشد بريئة من كل العصابات الفاسدة اللي تسلقت على دماء المقاومين وشهداء الحشد، وأسست إلى مناصب وبرلمانيين. حشد المرجعية واضح، الحشد واضحة، لواء علي الأكبر واضح، فرقة العباس القتالية انضووا تحت الدولة ولا اعتدوا على مواطن ولا غيرها. أما أنتم عبارة عن عصابات وميليشيات تحمون الفاسدين، وخير دليل المثال اللي انطيتك يا مال عدنان فيحان. سياسة هيفاء يا أخت العراقية، احنا بالنسبة لنا كعراقيين مو كمتظاهرين، كل العراقيين يقول لك ذولا حرامية، والمرجعية تقول ذولا حرامية وما تستقبل أي حرامي، وكل حتى العالم بما فيهم يسولف لك الإطاري، زعيم الإطار نور المالكي يقول احنا حرامية، يقول احنا فشلنا وفساد وغيرها. هادي العامري أبو الإطار والشيخ المجاهدين قال عم الفساد يملأ الدولة وغيرها. فالشعب يا ست هيفاء من يريد يغير دولة ويقول يابا مطلبنا نريد حكومة إنقاذ وطني من كفاءات البلد. بس هاي دكتور غرام، دكتور غرام خليني أناقشك بهدوء، بس بهدوء، خلي أناقشك. أنا أعرف إنه قلبك يعني بس أعطي صبر، أعطي صبر، أعطي صبر، خليني أناقشك. مو متقطر من الضيع من الجوع، خليني بس أناقشك.